Leaders. سعاد عبد الرحيم رئيس بلدية تونس شيخة المدينة. هذا اللقاء اليوم هو لقاء بين مختلف البلديات، بلدية تونسية وبلدية كذلك إفريقية وكذلك بلدية من المغرب العربي. هذا الملتقى اليوم بدعم المفوضية الأوروبية هو يندرج في إطار ربط جسور التواصل بين مختلف البلديات. هذا اللقاء يندرج ضمن فعاليات تطوير العمل التشاركي بين مختلف البلديات التونسية، البلديات الإفريقية، البلديات العربية. نعرف اليوم بعد إرساء السلطة المحلية في تونس أنه من حقنا ومن واجبنا تطوير العلاقات مع مختلف المدن الأخرى لربط جسور التواصل، لجعل المدن مدن أكثر آمنة وأكثر إنكلوزيف، أكثر مندمجة، وأنه تكون فيها الحياة العامة أرتح. وهذا ما ينجمش يكون بدون تضامن بين مختلف المدن العربية والإفريقية وكذلك المدن التونسية اللي احنا قاعدين نعمل فيه اليوم. هذا اللقاء باش تكون فيه نقاش حول التفاوت بين مختلف الجهات، التفاوت الداخلي بالنسبة لنا احنا في تونس وكذلك بين مدن الجنوب ومدن الشمال وكذلك بين مختلف المدن العربية، الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال. بلدية تونس هي القاطرة في هذا الملتقى العربي، وبعد هذا الملتقى إن شاء الله ينبثق ميثاق تونس للعيش معا بين مختلف البلدان التونسية والعربية المغاربية والإفريقية. أن يكون هذا الميثاق يدعم كذلك الشراكة بين القطاع العام والخاص، أن يدعم التنمية المستدامة، أن تكون لدينا رؤية مستقبلية للأجيال المقبلة.